شمعة. طاقة اسمك رقم واحد، طبعه ناري. الصورة القرآنية المناسبة لك هي صورة المزمل. أنت إنسانة ذات شخصية قوية، حادة الطبع، مسيطرة. تتمتعين بجاذبية وقبول بين الناس، سريعة الملاحظة والتعلم، شديدة الكرم والسخاء، وذات طموحات عالية. لديك ولاء كبير للعائلة، اجتماعية، متعاطفة مع كل من حولك، وتقدمين لهم مساعدات كثيرة. موهوبة وفنانة، ولديك براعة وإتقان في العمل. تحملين عنصرين متضادين في اسمك، مما يجعلك عصبية ومتوترة ومتقلبة المزاج، عنيدة ومتشبثة بآرائك، مما يسبب لك الكثير من المتاعب مع كل من حولك. لديك روحانية عالية في اسمك، تعترضك عدة نحوسات وعراقيل بالعمل والزواج، ولا يخدمك الحظ في كثير من الأمور، وقد تتعرضين للاستغلال من أقرب الناس إليك. تملكين حرف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيشين حياة كريمة ورائعة. والله أعلم، والله الموفق.